السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم شهوات ام ايناس. رجعت لكم اليوم بواحد الكيكه اللي خفيفه، مقادير بسيطه، كتصايب في دقائق معدوده. كي كتشوفوا كتجي رائعه الصراحه. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير. بسم الله، نبداو على بركه الله. في المقادير عندي 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، الا كانوا كبار غادي نديروا غير جوج البيضات، كانوا متوسطين غادي نديروا 3. قبيصة الملح، عندي كاس ديال الحليب، ممكن نعوضه بكاس ياغورت، ممكن نعوضه بكاس ديال الليمون، عصير الليمون، وممكن ايضا نعوضه بكاس ديال اللبن. اللبن عاوتاني كيخليه يكون خفيف بزاف. عندي كاس ديال الزيت، هذه ساشي فانيلا من 8 غرام، وكيسين من الخميره، كيسين هذه فيها جوج الاكياس ديال الخميره، يعني جوج الخمارات من فئة 8 غرام هي 16 غرام. وعندي الدقيق هنايا، حطيت جوج الكيسان من هاد الكؤوس ديال الشاي، كأس شاي العنبة، حطيت جوج كيسان ونص. انا غنشوف شحال غيدخل ليا، تقريبا غيدخل ليا جوج كيسان. هذاك النص غنشوف واش غادي نكملو كامل ولا ربع فيه. بسم الله، غادي نخلطو. اول حاجة غادي ناخدو البيض. بسم الله. غادي نديرو قبصه الملح، ما حطيتش سنيده. يلا تفكرت دابا تبغيت نحطها هنا، غندير غير قبصه الملح، سنيده، ايضا كاس ديال سنيده. هنا غنحط كاس تاع سنيده، سكر، حبيبات. غنخلط بسم الله هاد المكونات، ما ننساش ندير ساشي فانيلا حتى هو. الا ما كانش نديرو قشو ديال الحامض، قشو تاع الليمون الحامض. نطرب هاد المكونات كاملين حتى تذوب ليا سنيده ونكمل. دابا ملي كيبان لينا ان سنيده دابت ما بقاتش، نزيدو الزيت، كاس ديال الزيت، كأس زيت المائدة، نخلطو. كيكة سهلة كتجي كتصيف دقائق معدودة، داكشي علاش انا استعملت غير هاد الطراب اليدوي. تقدو تستعملو الطراب الكهربائي. نزيد دابا الحليب. هنا كنت بغيت نضيف واحد الملعقه من هاد نكهه البرتقال، كتعجبني، ماشي معلقه، غير راس ديال المعلقه. كتضيف لها واحد المذاق زوين. كنحركو. دابا غنبداو نضيفو في الدقيق قبل غنغربلو. هنايا من بعد ما غربلتو غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. بسم الله.
هنا غندير هاد الخميره الكيميائيه، هادو راه كيسين من الخميره، هادشي اللي بقى ليا من غنزيد بشويه بشويه ونشوف واش غادي نكملو ولا لا. الفران دابا راه دايره كيسخن، باش يلا نصايب المول لقاه سخن مزيان، القوام تاع الكيكه ها هو. مازال غادي نزيد، يعني هادوك جوج الكيسان ونص كانوا كافيين كما شفتوا، كانوا كافيين على حسب الدقيق ديالي وعلى حسب البيض اللي عندي. هكذا شتي كي كتخصها تكون على هاد الشكل، شتوها هكذا خصها تكون. بحال هكذا نصايب المول دابا باش ندخلها. هنايا كيما شفتوا دهنت المول هنايا بشويه ديال الزيت ودرت ليه الدقيق، غير في الجناب وهنايا درت بابي كويسون حتى هو درت ليه شويه الزيت، هو ما غاديش يلصق ولكن بقات ليا الزيت من هنا وخليتها تما بحال هكا. هي الجناب باش ما يلصقوش ليا. نعم بيبي نهزك، واخ انا نهز بنتي بحال هكذا. صافي دابا غناخد هذا وغنكبو من الفوق، هذه هي الطريقه الصحيحه. كتحاولوا تهزوا البول الفوق مزيان وتكبوا. نفرغوا وغادي ندخلوا. نعم بيبي غندخلوا الفران، درتو على درجة حرارة 180، شعلتو من الفوق ومن تحت. نعم بنتي يلا واخا. كنهزوه ونحطوه على هاد الطريقه باش نحيدو منو داك الهواء اللي كيكون لداخل. غندخلو دابا الفران حتى يطيب ونرجع لكم باش تشوفوا معايا التزيين. الفران غنشعلو من الفوق ومن تحت حتى يطيب مزيان، ما غاديش نحل عليه في الاول باش ما يهبطش ليا. من بعد غادي الا باش نعرفوا انه طاب غادي ناخذو كوردون وندخلوه فيه ونخرجوه ولا موس. الا خرج ناشف راه طاب، الا خرج مازال فيه بحال العجينه نعاودو نرجعو حتى يطيب مزيان. ولكن في ربع ساعه قسمين حتى ربع ساعه الاولى ما نحلوش عليه بتاتا.
الكيك ديالنا ها هو كيجي بحال هكا اسفنجي رطب بزاف وزوين. هذه صوص الشوكولا اللي كنت حضرت معكم، كاين الفيديو خاص ديالها. ايضا حضرتها في الكيكة اللي بدون فون، في الحلوة اللي بدون فون، هي نفسها كتجي صراحة رائعة في هاد لي كيك. كما كتشوفوا زينت السطح ديال الكيكة ديالنا، ومن بعد خديت شوية ديال لوز كونكاسي ودرتو في الجوانب ديال الكيك. كما كتلاحظوا هاد اللوز حتى هو صيبته منزليا، يعني صيبته في الدار. غادي نحط لكم ايضا الرابط ديال اللوز كونكاسي وصوص الشوكولا. دابا كنزين بالكراميل، كندير دوائر يعني الشكل حلزوني. كان عندي في الثلاجه داكشي علاش كان شويه ثقيل، كنحاول انني نحركه مزيان وندير به دوائر، يعني التزيين بسيط ماشي شي حاجه اللي صعيبه. اختاريت هاد الطريقه ودابا خديت كوردون وبديت كندير خطوط، يعني كنجر من الفوق لتحت وعاوتاني كنعاود من التحت للفوق على هاد الطريقه ديال ميلفوي، باش كيجينا هاد الزواق اللي هكا كيجي رائع الصراحه. تزيين بسيط وايضا المقادير بسيطه، كيجي كتجي الكيكه ديالنا على هاد الشكل. ممكن ايضا تدهنوا الجوانب وديروا ليهم لوز ايفيلي من الجوانب، ولا ديروا ليهم الشوكولا. انا اكتفيت حيت كيكه يوميه ما بغيتش نكثر فيها الشوكولا، درتها بهذه الطريقه. دابا حليتها لكم او لا قسمتها لكم باش تشوفوا انها كتجي طالعه ومنفوخه وايضا مفشفشه ورطبه بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش ديروا جيم، تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. ما بقى لي دابا الا نقول لكم خليتكم في رعايه الله، بسلام عليكم في وصفه جديده مع شيوات ام ايناس.